توجهت هذه الجمعة المؤتمرية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه القاعة لإحياء الذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وما يحمله هذا التنظيم الرائد من مكانة مرموقة في قلوب اليمنيين، والتأكيد على أهمية تماسكه ووحدته ليواصل عمله ويسهم في إخراج الوطن من النفق المظلم إلى حيز النور. نحتفل بذلك المنجزات التي حققت لوطننا وشعبنا في فترة حكم المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس المؤتمر المؤسس الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. ورغم المنعطفات والمؤامرات التي تحاك ضد المؤتمر الشعبي العام منذ العام 2011، لا يزال اليمنيون يؤمنون بقدرة هذا الحزب وحنكته السياسية في استعادة مؤسسات الدولة المغتصبة من قبضة الميليشيات الحوثية وبجانبه كل القوى الوطنية الشريفة. إن حزب المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال الحزب الوطني الرائد، فلم يكن حزبيا طائفيا أو حزبا منطقيا أو حزبا مذهبيا، كان المستبد أو مستبد، كان حزبا يضم في كل عضويته من كل فئات الشعب وكل مناطق الوطن، ويعبر بكل تطلعات الشعب اليمني بالعيش بحرية وكرامة في وطن موحد ومستقل. المؤتمريون في ولاية كاليفورنيا كغيرهم من منتسبي المؤتمر في الخارج وجهوا دعوة إلى كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الاستفادة من التجارب التي خاضها المؤتمر الشعبي العام بفضل قيادته الحكيمة ممثلة بمؤسسه الرئيس علي عبد الله صالح، من خلال استطاعته التغلب على شتى الظروف الحالكة التي عصفت بالبلاد. ندعو كل الأحزاب أن تستفيد من تلك الخطوات والثواب التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام. ندعو هذه الأحزاب إلى العمل من أجل مصلحة اليمن وشعبه، وتخلى عن الصراعات والحرب والمماحكات والأحقاد، وتسلك طريق الأمن والسلام. طالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح التي فرضت عليه وهو خارج الوطن يمارس عمله السياسي وليس له أي عمل داخل الوطن في آنذاك. ويؤكد أبناء اليمن في الداخل والخارج إيمانهم المطلق بتنظيم المؤتمر الشعبي العام الذي قام على أساس ميثاق وطني جامع شاركت فيه كل القوى اليمنية، ويؤمنون بقدرته في ترتيب أوراق الوطن التي بعثرتها أحزاب وقوى ظلامية تعمل وفق أجندات خارجية بهدف تمزيق الوطن منذ فوضى العام 2011. إنني الآمر والناهي هنا، فلما الخوف على المؤتمر؟ إن للمؤتمر الأسمى رؤى رائد الأحزاب عبر الأعصر، قوتي أكبر من أن تنتهي أو تصب يوما بداء الخور، وزمام الأمر باق في يدي فاطمئني فيدي لم تبتري، لم أزل بعد قويا مثلما كنت كالطود الأشم الأكبر. الأمل يبقى بقدرة المؤتمر كونه تنظيما يمني الهوى والهوية في إخراج اليمن من أتون الحرب والصراعات الداخلية إلى بر الأمان.